بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا الآن نبدأ في تعريف. التعريف الحالي ينقسم إلى شقين: شق نعرف الأوردر للجراف جي، الشق الثاني نعرف السايز للجراف جي. الآن let G be a graph. The order of G is عدد الآن الأوردر للجروب الأوردر للجراف جي هو عبارة عن عدد العناصر داخل الست V of G. يعني بعبارة أخرى الأوردر للجي هو عبارة عن number of vertices of G، عدد الرؤوس في الجراف جي يمثل الأوردر للجراف. الشق الآخر the size of G. الآن السايز راح أعرف ما يلي هو عدد العناصر الموجودات في الكوليكشن E of G. يعني بعبارة أخرى السايز للجراف G is the number of edges in G، عدد الأضلاع في الجراف هو يمثل حجم الجراف أو السايز للجراف G. نأخذ الآن مثال. هاي عندي جراف جي، كم من رأس الآن عندي؟ هي 1 2 3 4 5 6، هي 6 رؤوس. إذا بكون الأوردر للجي هو 6. السايز للجي بتكون عدد الإدجز، هي أول إدج، هي 1، هي الإدج الأول واي زد، الإدج الثاني زد دبليو، والإدج الثالث دبليو يو. إذا بهي الحالة بكون السايز ل الجراف يساوي 3. الآن في عندي ملاحظة مهمة جدا لازم أنتبه لها. إذا كان عندي جراف جي الأوردر إلو إن، يعني عدد الفيرتسيز إن، دائما بكون السايز للجي يعني عدد الأضلاع للجي بكون أكبر أو يساوي 0 وأقل أو يساوي إن combination 2 أو 2 combination n. الآن هاي توافيق يا جماعة، هاي توافيق من قانون التوافيق اللي هو عبارة عن n factorial مقسوم على 2 factorial مضروب في n ناقص 2 factorial. إذا الجواب النهائي بيطلع n في n ناقص 1 على 2. طيب الآن الملاحظة الأخرى، إذا كان عندي graph of order n وكان عند السايز إلو يساوي الحد الأعلى من الأضلاع اللي هو n 2 combination n، بهي الحالة is called the graph is called complete graph. إذا complete graph اللي بسمي الجراف complete إذا كان عدد الأضلاع يساوي n في n ناقص 1 على 2، والان بقصد فيه هو عدد الفيرتسيز. الان عادة يرمز للكمبليت جراف بالرمز kn، طبعا هاي الn هو عبارة عن عدد الرؤوس او الاوردر للجراف. الان لو بدي اشوف k1 يكون عندي رأس 1، k2 عندي رأسين، K3 بكون عندي 3 رؤوس، ولاحظ الآن الحد الأعلى للأضلاع بكون 3، وهي K4، أنا مش كاتب كلمة K4 تحتيها، بس هي K4 بين أي رأسين في عندي إدج واصل بينهم، إذا بكون 6 هو أكبر عدد من الأضلاع ممكن إني إيش أصل. نيجي الآن إلى definition آخر. إذا كان x y an edge in G we say that x and y are the endpoints of the edge x y. عندي هذا ال edge x y، راح الآن أسمي ال x وأسمي ال y اللي هون بسميهم endpoints. تعريف الشق الثاني من التعريف: two vertices are adjacent if they are connected by an edge. إذا كان عندي رأسين
هذول الرأسين بسميهم adjacent إذا كانوا متصلات بـ edge. خلينا نأخذ الآن مثال نوضح فيه. هاي عندي جراف G، هاي عندي جراف رؤوسه A B C X Y T. الآن the order of G 6 والسايز للجي كمان 6، هاي عدد الأضلاع 6. الآن لاحظ ما يلي: الرأس A والرأس B بكونوا adjacent. لاحظ الآن الواي والتي، هذا الرأس واي وهي الرأس تي، هذول از نوت adjacent. لاحظ الآن ما في ايدج واصل من واي وتي، بين واي وتي ما في ايدج واصل بينهم، إذا بكون الواي والتي از نوت adjacent. الآن إذا تطلع على الإدج YC has the two endpoints Y و C. الإندبوينتس لل Y و C هم إيش؟ ال Y فاصلة C. سؤال الآن أو مثال: Is there exist a graph of order 5؟ الآن هل يوجد عندي جراف الاوردر له 5، يعني عدد الرؤوس 5، ويكون عندي السايز يعني عدد الاضلاع 18؟ طبعا هذا الكلام مستحيل، لانه احنا قلنا انه اي جراف جي السايز للجي بيكون اكبر او يساوي الزيرو واقل او يساوي الان على 2. حالتنا الان تساوي 5، 5 كومبينيشن 2 يساوي 10. إذا الحد الأعلى لجراف فيه خمس أضلاع إن يكون عندي 12 إتش. ولاحظوا يا جماعة إن إحنا الآن مركزين على السيمبل جرافز، إحنا الآن نتكلم لما أقول جراف بقصد فيه سيمبل جراف. إذا لما أقول هون if there exist a graph، الآن اللي أنا بقصد الآن بحكي عن النوع الأول من السمبل جرافز. إذا الآن ممكن تساوي مالتيبل ايدج ويظهر عندك ال 18، بس الآن بالسمبل جراف لا يمكن أن يكون عندي 18 ايدج إذا كان الجي سمبل. الآن كل حديثنا عن السمبل. الآن نجي إلى تعريف آخر: let G be a graph and let X Y رأسين للجراف، يعني تنتمي الـ V of G هي الست رؤوس الجي، وكان عندي E1 و E2 هذول عبارة عن إيه؟ عنصرين موجودات بـ E of G اللي هم بالكوليكشن للإدجز. الآن راح نقسم الآن عندي التعريف إلى جزئين. الجزء الأول we say that the vertex X and the edge E1 are incident if x is one of the two endpoints. الآن راح أسمي الفيرتكس، راح أسمي الفيرتكس x والإدج E1 راح أسميهم incident إذا كان عندي x is one of the two endpoints. لمين؟ لل E1. الشق الثاني الآن من التعريف: we say that two edges E1 and E2 are incident if E1 و E2 have a common endpoint. الآن راح أكون عندي vertex مشترك بين الـ E1 والـ E2، بهذه الحالة بسمي الـ E1 والـ E2 incident edges. خلينا نشوف الآن، هي عندي مثال الآن، هي معطيني جراف جي، هذا الجراف، هي الرؤوس مرقمات من 1 2 3 4 5 6، 6 رؤوس. الآن لاحظ ما يلي: الإدج 4 و 6 والإدج 5 و 6، هي 4 و 6 4 و 6 والإدج 6
ستة خمسة، هذا الإج الثاني، هذا شو بكون incident؟ لأنه الستة الفيرتك ستة مشترك بين الضلعين. لاحظ الآن أربعة ستة، هذا الضلع أربعة ستة، هذا الإج أربعة ستة، وثلاثة اثنين، هذا الإج ثلاثة اثنين، بسميهم إيش؟ not incident، السبب لا يوجد رأس مشترك بيناتهم. الآن اطلع على الإج اثنين ثلاث، هذا الإج اثنين ثلاث مع الرأس واحد، بكون R not incident. لاحظ لأنه الفيرتكس واحد مش endpoint للإج اثنين ثلاث، لكن الإج واحد ثلاث، الإج واحد ثلاث مع الرأس ثلاث بكون إيش؟ incident، لأن الثلاث endpoint للإج واحد ثلاث. لاحظ الآن المثال الأخير في محاضرة اليوم، عندي كم الرأس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في عندي هذا الرأس، هذا الرأس السادس، مش مسمي أنا، بدك تسمي أي يعني أي رمز سمي، بدك تسمي إم سمي إم. الآن لاحظ الآن أي إذا أخذت أي تو إدجز، إذا أخذت أي تو إدجز بالجراف راح تلاحظ إن هذول الاثنين بيكونوا آر إنسيدنت، لأنه أي اثنين الرأس المشترك بيناتهم شو بكون؟ هذا الرأس. أي ضلعين في نقطة مشتركة بيناتهم هي هاي النقطة. إذا أي تو إدجز، أني تو إدجز آر إنسيدنت. هيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.